برعاية مديرية التربية والتعليم في حلب ممثلة بالمجمعات التربوية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وبالتعاون مع وقف الديانة التركية وعدة جمعيات وفعاليات مدنية وثورية، أقيم الحفل التكريمي السنوي للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والتعليم الأساسي العام والشرعي في جامعة الشام في قرية تليل الشام بريف حلب الشمالي. بالتعاون مع المجمعات التربوية والمنظمات الفاعلة الموجودة في الريف الشمالي والشرقي، أحببنا أن نكرم طلابنا المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية والشهادة الإعدادية. الحمد لله قدمت جوائز مزية للطلاب، ونسأل الله التوفيق لطلابنا، وسنكون إن شاء الله عونا لهم في جميع مراحلهم الدراسية. الحفل الذي حضره رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب ورؤساء المجمعات التربوية بريف حلب الشمالي وعدد من الشخصيات الثورية، تخلله عدة كلمات للقائمين على الفعالية وللطلاب، إضافة لنشاطات ترفيهية وعروض رياضية للأطفال. حصلت على مجموعة 227 بالبكالوريا العلمي، الحمد لله رب العالمين. نحن هون لنتكرم على التفوق اللي حصلنا عليه أنا ورفقاتي، وبنشكر جامعة شام وبنشكر كل من تعاون مع جامعة شام لإنشاء هذا الحفل. القائمون اختتموا الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين، وذلك بتقديم الهدايا المادية والمعنوية لهم لتعزيز إصرارهم على الاستمرار في الحياة رغم قسوة الظروف، وليكون لهم دور فعال في تطوير المجتمع السوري.